صباح الخير الخوت، اليوم معكم فلوج جديد مع الاستاذ معاذ، هو اللي غادي يعاود لكم شنو غادي نديروا ان شاء الله. دونك اليوم غادي نقصر واحد الماتش مع الوليدات ديال التاسعه بالمناسبه ديال التمارين اللي ضربوا وداك الشيء، بغينا نسيهم كاع داك التمارين اللي ضربوا، غنقصر واحد الماتش وغنعرض واحد العرقه مليحه.
ولد يا ولد يا ولد يا ولد. بعد هذه ما نحكيش، بعد هذه ما نعلقش، بعد هذه ما نتكلمش، بعد